أي موسم سياحي يقدم عليه لبنان؟ أين الحوافز والمهرجانات؟ ما هي الإشارات وما هي التوقعات؟ أي إجراءات لتعزيز سلامة الغذاء؟ وماذا تفعل المطاعم لتعزيز السياحة؟ صار الوقت يفتح هذا الملف مع وزير السياحة أفيديس كيدانيان، نقابة أصحاب المطاعم والملاهي وخبراء في السياحة والمطبخ اللبناني، بالإضافة لمداخلة جورج غانم الأسبوعية. صار الوقت مع مارسيل غانم الليلة 9:30 مباشرة على الـ MTV.